كرة لأحمد عيد ناحية اليمين القرموطي، مأجر الحتة دي اللي ناحية اليمين القرموطي، مأجرها باسمه القرموطي، يمشي بالكرة يرجع لأحمد عيد مرة تانية، مخلوف مخلوف عايز يلعب الكرة العرضية التالتة تبتة، صلاح 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 التالتة تبتة أبو الصلح، صلاح محسن يسجل من الرأسية التالتة، واحدة في القائم اليمين من أول دقيقة، واحدة في القائم الشمال في الوقت المحتسب بدل من ضائع، والتالتة تبتة، وجمهور بورسعيد جمهور النادي المصري يفرح برأسية صلاح محسن، أول هدف للمصري البورسعيدي. حلوة الأسيست، حلو الأسيست من محمد مخلوف، يلعبها بالمقاس، ياخد الخطوة ويعمل التيك أوف ويوجه بدماغه، 3-1 3-1 من صلاح محسن. بص الخطوة اللي سبق بيها، بص الجمب، وبص الركنة ركنة معلم، وبص الهدف الأول لصالح النادي المصري. يا ولد يا ولد يا ولد، سبق خالد سطوحي، اللي يستنى يستقبل، خالد سطوحي استنى الكورة يستقبل الهدف الأول، واللي يروح لها صلاح محسن، واللي يسجل اللاعب الأكثر تهديدا للمرمى في هذا اللقاء. صلاح محسن يا ولد يا ولد يا ولد، تيك أوف رائع، تيك أوف رائع من صلاح محسن، ويسجل الهدف الأول لصالح النادي المصري. وهذه الاحتفالية، احتفالية كريستيانو رونالدو، وبنشوفها مع أفشة، وبنشوفها مع جمهور الأهلي، وبنشوفها مع صلاح محسن وجمهور المصري. كريم العراقي يحمل شارة القيادة، أدي عبد الرحيم دغموم، وادي التمريرة اللي بقول لحضراتكم عليه عند كريم بامبو، انطلاقة في الجبل اليسرى من عمرو سعداوي، بامبو معاه عبد الرحيم دغموم، يلعبها لصاحب القدم اليسرى عبد الرحيم دغموم للي جاي من ورا لقدام محمود حمادة، فرصة للتسديدة. يا ولد يا ولد، شومة في المرمى من محمود حمادة، إحساسي صح إحساسي صح الصح، قلت في هدف تاني، محمود حمادة ما يكدبنيش ويسجل هدف تاني، لعبه على الهادي، لعبه على الرايق، ووصلوا الكرة لمحمود حمادة يطلع دانا، شومة في المرمى من محمود حمادة ما يلحقهاش شعبان، والنادي المصري يسجل الهدف التاني في الدقيقة 87. تحتار معايا تقول لي طب الهدف الأول أحلى ولا الهدف التاني أحلى؟ أقول لك الأسهل، الهدفين حلوين. كابتن وائل مع محمود حمادة، وكابتن عبد الكريم، وكابتن علي ماهر، كل طبعا قايم يحيي محمود حمادة اللي بالجول ده يدخل في كمان، هو كمان يدخل من افضل لاعبي المباراة لانه كمل التسعين دقيقة. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ده هيبقى احلى هدف في الاسبوع ولا ايه؟ انا احب التسديد من بره، من بره 18، انا اروح مع التسديد من بره 18. حلوة من عبد الرحيم دغموم لمحمود حمادة، سند وعزم ومرجح رجله وهاتها من المقص، هاتها من المقص يا شعبان، هدف تاني لصالح النادي المصري. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، نادي المصري يصعب المهمة تماما على نادي طلع الجيش اللي ما استغلاش الفرص، وضغط أول مباراة، يقول لك أول مباراة تعدي، أول مباراة، طب أول هدف، طب أول